أصلها مصري، مبادرة أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع شعبة التجميل بالغرفة التجارية لتدريب الشباب العاملين بمهنة التجميل وتصفيف الشعر، بالإضافة لتسليم أدوات العمل للسيدات والرجال العاملين بالمهنة. وستوفر المبادرة للمتدربين الحصول على شهادة معتمدة من الغرفة التجارية ووزارة التضامن الاجتماعي لبدء العمل، بارقة أمل جديدة لأكثر من 163 ألف من العاملين بمهنة التجميل وتصفيف الشعر. حضرتك دي مبادرة احنا سعينا عليها من سنتين على اساس ان احنا كابناء مهنة التجميل كل امنيتنا ان احنا نساعد ابناء المهنة اللي هم غير قادرين على اخذ كورسات غالية، فازاي ندعمه من خلال الشعبة في الغرفة التجارية. وده الحمد لله احنا بقالنا 3 سنين بندرب هنا، وبعد التخرج الوزارة متكفلة ان هي بتمنح كل متدرب زي النهاردة اول دفعة 153 متدرب بشنطة عدة فيها حاجات فوق 3500 جنيه. 145 شاب هم بداية انطلاق المبادرة بعد التدريب والتأهيل. المبادرة بتسعى لتوفير التمكين الاقتصادي للسيدات المعيلات والشباب من خلال التدريب، وذلك في إطار تحقيق أهداف الدولة في مدى الحماية الاجتماعية لتلك الفئات. تدخل كمتدرب عادي، بعد كده خدت كورس اسمه رفع كفاءة، فضغط منه انت نزلت سوق العمل وبقيت اشتغل. بيفيد الشباب، بيكتسبوا معلومات اكتر، بيتعاونوا، بيأهلهم كمان لمستوى اعلى. احنا اول دفعة بتدعم المطلقات والارامل والايتام، ومش كل اللي موجودين هنا كده، لكن في حالات، فالحالات دي بندعمها، بتدخل مجانا تدرس 3 شهور مهنة التجميل، دراسة اكاديمية زي المتفق عليه دوليا، بتفهم شغلها كويس، بتفهمه صح، وهي خارج يوم التخرج بتاخد شنطة عدة هدية. اصلها مصري، هتساعد في وضع القواعد المنظمة لمهنة التجميل وتصفيف الشعر، بالإضافة لتنمية مهارات الشباب العاملين بها ودعمهم بعد التدريب بالقروض الميسرة لبدء مشاريعهم الخاصة، خطوة ضمن خطوات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إطار ميسر وسهل على الشباب لبدء حياة عملية ناجحة. أصلها مصري، مبادرة هتساعد في وضع القواعد المنظمة لمهنة التجميل وتصفيف الشعر، بالإضافة لتوفير التدريب للشباب العاملين بالمهنة لبدء مشاريعهم الخاصة، خطوة ضمن خطوات كثيرة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدعم الشباب وتوفير الإجراءات بشكل ميسر وسهل لبدء مشاريع عمل ناجحة. من مصر، محمد الجباس.